الحي عندما سجل هدفي الشباب في مرمى المحنفي تونس في النهائي. هذا هو يوسف محمد مدافع فريق النادي الاهلي الذي يعود الى القائمه الاهلاويه في هذه المباراه المهمه. محاول على طول هو والجول، فرصه للاهلي تتحقق الجول. جول عن طريق عدنان حسين اللي معانا في الصوره. عدنان يبتدع التسجيل، اذا عدنان كان في المكان في الوقت المناسب في تمريره كانت ولا اروع. عدى من المدافعين، اكل الجميع، ينفرد في مرمى سالم عبد الله. هذا هو الان عدنان، ما سلم منه سالم اطلاقا في هذه المناسبه. عدنان يعدي، عدنان يمر، عدنان يسجل، عدنان يفتتح التسجيل في هدف اهلاوي اول. عدنان الذي كان قد حمل كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدوله مع نادي الامارات عندما فاز على الشباب، هنا يسجل كذلك في هذه المباراه. عن ديربي الاهلي والنصر، وديربي كذلك الشباب والنصر، الشارقه والشعب، والعين والوحده، الجزيره والوحده. محاوله تمريره واماميه وخطيره في الجول. جول مش معقول، جول مش معقول، وصحيا غير عادي، وكره في الدقيقة مسجل هدف ثاني بتمريره غير عاديه. كرافيتي الخطير، كرافيتي رايع، هذه هي الان قانونات النادي الاهلي. حمر الطير بعد ما شعلنا كرافيتي بناها عدنان حسين، شعلنا كرافيتي بهدف ثاني. شوف التمريره، شوف البدايه، يا على عامر يظهر بتمريره غير عاديه بين قلبي دفاعنا للشباب على طول. هذا هو كرافيتي يخبزها، شعللها وولعها، عملها حاجه ثانيه. اذا الجماهير يا جماعه الطير، الجماهير فرحانه، الجماهير سعيده. كرافيتي يضرب بقوه البدايه عن طريق عدنان، بعد ذلك ياتي دور الخطير، ياتي دور الداهيه، ياتي دور البلوه، ياتي دور كرافيتي الذي يفتتح، الذي يسجل هدف ثاني، وبالتالي يترك الجماهير مع الاغاني مع المواويل. وهنا ماجد رده الفعل عنده، هذا هو ماجد. على كل حال اقول لكم على شرطه بالنسبة لماجد، تقولون أحيانا يعمل الشقلبة هذه. هذا هو خيمينيز، أنا شخصيا كنت أعتقد أن أي واحد ثاني إلا كرافيتي أني نفر. على كل حال خطأ ضربة حرة مباشرة. لاحظوا الضربات الحرة، ثلاثة للأهلي ثنتين للشباب. حتى الآن نلعب في الدقيقة 56 من زمن هذا اللقاء، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. كرة تلعب، جول جول، يا مجنون يا كرة القدم، يا رائع يا لويس خيمينيز، قدم غير عادية والله. مطرقة تشيلي تتحرك والكرة الثابتة نعم تنطق بهدف، والاهلي يعود الى التقدم عن طريق تشيلي لويس خيمينيز من ضربه حره مباشره. كتلك الضربات الحره المباشره حتكون لها كلمه، حتكون لها واقع، حتكون لها تاثير. اذا الاهلي يبتسم من جديد، يعود الى التقدم من جديد، وبالتالي لويس خيمينيز يقول كلمته. لويس خيمينيز يقول كلمة في هذا اللقاء، تحرك عندما انحاز ذكرات الترجيح للشارجة على حساب الوحدة. ومحاولة الآن بعدما تعادل 1-1، وبعرض الملعب جول، جول، يظهر المدافع بنيران صديق الأهلي، يعود إلى المقدمة ولا عن طريق كرافيتي. حنشوف، يا لطيف يا إسماعيل الحمادي، يا على الحمادي، توابادي في هذه الامسيه، توابادي الحمادي يا ولد، يا ولد على الرقصه، رقصه سمر مش معقول ابدا. وبشير يشارك طبعا، ما يصدق ابدا، هذه هي من ضربه ركنيه. بعد ذلك تعود، شوف المتابعه، الحمادي اخذ كرته دخل 18، لف الكره تصطد في مدافع فريق نادي الشباب، بالنيران الصديقه يسجل الاهلي، يتقدم الاهلي، وبالتالي واضح تماما الان. الاهلي لاحظ هذه، اوه ادكار برونو مش معقول،
هو اللي سجل في المرمى، الكرة اصطدت فيه إدغار برونو. مش معقول، مش معقول، المباراة تذهب للأهلي مرة ثانية، والله حاجة غير عادية. أبدا أبدا أبدا، يعني إنك تشوف مباراة تروح مرة مني وترجع مرة مني.